مرحبا بكم متابعي قناة LCS TV المختصة في مجال الرياضات القتالية. البطل المغربي عثمان زعيتر كيفوز بضربة قاضية تعتبرت من أسرع الضربات القاضية في الفنون القتالية المختلطة وبطولة بريف. 20 ثانية فقط كانت كافية لعثمان زعيتر باش ينهي الصربي دانييل كوكورا. عثمان زعيتر برهن بهذا الفوز على القوة الكبيرة اللي عنده، خاصة أن هناك أعين عالمية كتربص به، أعين بطولة اليو اف سي، وربما يجاور أخوه أبو بكر زعيتر قريبا. إلى جينا نتكلموا على الجوانب التكتيكية، فعثمان زعيتر ما كانش كيحس بالضغط تماما، وخلع في بلاده وبين جماهيره، عكس كوكورا اللي كان شيئا ما خايف ومتواضع. عثمان كان في قمة التحفيز النفسي ودخل باش يخوض حرب لأنهاها بشكل مبكر جدا بضربة قوية. هاد الشيء كيدل على الاحترافية الكبيرة اللي كيمتلكها عثمان، وهذا تقريبا كان هو السبب الرئيسي في الفوز ديالو هاد الليلة. منساوش أيضا الجوانب الفنية، هو التنظيم الراقي والرفيع لبطولة بريف في المغرب. صراحة التنظيم فاجئني بزاف، تنظيم أقل ما يمكن القول عنه تنظيم عالمي. هادشي كيبشر بالخير وكيبشر بأن الأحداث في الرياضات القتالية قادمة بقوة إلى المغرب، وغادي تكون فرصة ذهبية للمقاتلين في المغرب من أجل الاحتراف، خاصة أن هاد الرياضات بدأت كتلقى متابعة من طرف جلالة الملك محمد السادس شخصيا. ما تنساوش متابعة القناة إلا كنتم مازال ماشي من المتابعين، أيضا وضع زر الإعجاب للتشجيع. كان معكم أمين، إلى اللقاء في الفيديو القادم.